السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معايا أنا الأستاذة ضيف في مادة الفلسفة. كما تعودنا مازلنا في سلسلة دروس الفلسفة. اليوم إن شاء الله ما رانيش راح نطرق الدرس، يعني اليوم ما رانيش راح ندير درس، اليوم إن شاء الله راح ندير منهجية. وش معناتها منهجية؟ منهجية ماذا؟ نتوما في الباك عندكم ثلاث منهجيات ولا أربعة، بالمقارنة أربعة، يعني منهجية الجدلية، منهجية الاستقصاء، منهجية المقارنة، وأخيرا منهجية تحليل نص فلسفي. اليوم ان شاء الله راح نطرقوا المنهجيه الثالثه في البكالوريا اللي راح تكون نسبه 100% يوم الامتحان. وش من الموضوع راح يكون في الموضوع الثالث؟ كاين بزاف تلاميذ يوجهوا لي سؤال هذا، يقول لي استاذه يقول لك تحليل نص ما يمدوش عليه. لا هذه انساها، هذه ما تدوش تقصوها لنا حنا الاساتذه. وعلاش؟ لانه تحليل النص صح التلاميذ ما يدوش عليه، صح ماشي الاستاذ، ماشي العبره هو في الاستاذ، ماشي الاستاذ ما يحبش يمد لك على التحليل، لا لا، باسكو بسهوله تلميذ ما يعرفش يخدم التحليل. جينيرال ماشي يروح يدير التلميذ، يروح يشكر صاحب النص اوتوماتيكمون ما يديش. هذه نصارحكم فيها، انا شخصيا كانت صرالي، كنت عارفه كيما نتوما دوزيام اني ماشي تيرمينال، دوزيام اني كنت نشكر صاحب النص، نقول صاحب النص هاي صاحب النص عنده الحق، صاحب النص كاع مليح كاع واش قال مليح. لا لا، التحليل لازم يكون موضوعي. دوك احنا اليوم ان شاء الله راح نشوفوا تحليل النص كيما تعودتوا، طريقه سهله، طريقه بسيطه، اللي هي طريقه المخططات. يعني نشوف النص تاعي بالمخطط وفاسيل، ما راح نحول المخطط الى فقره. دوكا بسم الله بسم الله نبداو على بركه الله. اول حاجه عندي المقدمه تاعنا، يعني طريقه تحليل النص عندنا المقدمه. المقدمه فيها خطوات، الخطوات تاعك لازم تلوبي حتى خطوه. واش معناتها؟ لازم الخطوات تاعك كامل اديرها. بسم الله اول خطوه هي تمهيد، ثاني خطوه هي تعريف صاحب النص، ثالث خطوة هي السياق الفلسفي، تحتها مباشرة السياق التاريخي، ورابع خطوة هي طرح الإشكال. هذو هما الخطوات تاعنا تاع تحليل نص فلسفي لفيلو، يعني ليلات شعبة أدب وفلسفة. هذه الخطوات احفظوهم، المقاله ما تتحفظش، مي المنهجيه تتحفظ، لي ماتيريال لي سيونتيفيك لي جيستيون لي لونغ حتى لي دوزيام اني. هاد الخطوات هادو ما يتحفظوش. علاش؟ لانه يوم البكالوريا ان شاء الله راح تلقى هاد الخطوات في السؤال تاعك. دوكا بسم الله نبداو اول حاجه بالتمهيد. احنا بيان سور ما قعدناش بزاف للباك، لازم انا نعطي لكم دي زاستوس، معناتها لازم نعطي لكم حيل باش تخدم النص تاعك وتدي علامه مليحه. انا راح نعطيكم تمهيد عام، تمهيد ستوندار. هذا ستوندار حتدي عليه علامه مليحه، في نفس الوقت راح تسلك راسك. شوفوا اول حاجه نبداو نحول المخطط تاعي الى فقره. ها مقدمه راهي بالمخطط، انا نحول المقدمه مباشره الى فقره. نبدا بسم الله بالتمهيد. التمهيد ديروه لنا ستوندار، تدي عليه علامه كامله تحت مسؤوليتي. كيفاش نديرو؟ نبدا هكذا، تعتبر اشكاليه. ومن بعد واش نروح ندير؟ نروح نذكر عنوان الدرس، تعتبر إشكالية ذكر عنوان الدرس. واش نقول؟ من أهم الإشكاليات التي اهتم بها العديد من الفلاسفة والعلماء، من بينهم. هنايا كملنا ستوندار. واش راح ندير؟ هذا تمهيد ستوندار، معناتها دايما تقول تعتبر إشكالية وتروح تذكر لي عنوان الدرس. مثلا عندي نص راهو يهدر لي النص على أصل الرياضيات، النص مثلا راهو لديكارت، وديكارت راهو يهدر على أصل الرياضيات، باللي أصل الرياضيات عقلي. أنا واش راح ندير؟ مباشرة تعتبر إشكالية عنوان الدرس وشنو؟ أصل الرياضيات. نتوما اول حاجه ديروها تروحوا تقراو النص تاعكم، معناتها نذكر عنوان الدرس. اذا كنت في البيولوجيا نقول تعتبر اشكاليه البيولوجيا، اذا كنت في الاخلاق تعتبر اشكاليه الاخلاق، اذا كنت في العداله تعتبر اشكاليه العداله، اذا كنت في اللغه والفكر تعتبر اشكاليه اللغه والفكر. يعني سا ديبو الدرس تاعك. اذكر الموضوع، من اهم الاشكاليات التي اهتم بها العديد من الفلاسفه والعلماء، من بينهم شكون؟ راح تذكر صاحب النص. وين راح تلقاه صاحب النص؟ راح تلقاه في لافا كامل تاع النص، يعني هنايا مع التحت كامل تلقى اسم صاحب النص، معناتها من بينهم ذكر
صاحب النص. انا ما نقولش ديك صاحب النص، انا نقول من بينهم ديكارت، يعني تعتبر اشكاليه اصل الرياضيات، من اهم الاشكاليات التي اهتم بها العديد من الفلاسفه والعلماء، من بينهم شكون؟ ديكارت، بس هو راه صاحب النص. صح. وبعد ثاني خطوه نروح نديرها تعريف صاحب النص. تعريف ما نحفظوش باسكو مستحيل راح تقدروا تعرفوا كامل تعريفات تاع اصحاب النصوص. واش نديروا من التعريف عام للتعريف فهمتي كيما راكو ديروا في تاريخ وجغرافيا، تعريف الشخصيات والمصطلح شخصيات، تقول عليه بلي مثلا من مجموعه من المجموعه المؤقته ولا على باش انا وشنو الخمس دخل. المهم ركزوا معايا، نقولوا مثلا تقول قائد في الاتحاد السوفيتي ولا رئيس ولا ما عملش انا وشنو، هنا كيف كيف نسيو نديروا معلومه ما تفيدنا كامل وتنفعك يوم الامتحان. كيفاش ندير المعلومه تاعي؟ اول حاجه ما نقولش عليه فيلسوف، نقول مفكر. شوفوا وهو مفكر، ما عندها شوفوا وش قالت، من بينهم ديكارت وهو مفكر، هذه المعلومه الاولى. من بعد نروح نشوف اسمه باش نذكر الجنسيه تاعو. انتم ما تعرفوش اسك اوروبي اسك فرنسي ولا ايطالي ولا الماني ولا ما نعرفوش حنا. نتوما بون واش نديرو حنا؟ واش نديرو؟ نسيو نديرو استوس، نلقاو استوس باش نخدمو بها الدرس تاعنا مليح، النص تاعنا مليح. نروح نشوف اسمه، لقيتو دافيد كلود ميشيل هنري دركايم، كي نلقاو اسم من هاد الاسماء مباشرة مفكر غربي، معناتها من الغرب. لو كان نلقى مثلا ماهر كامل، توفيق الطويل، احمد امين، اذا لقيت هاد الاسماء نقول مفكر عربي. ولا مثلا لقيت اسمه محمد، نقولوا محمد عابد الجابري. محمد شكون يسمي محمد ابار المسلمين؟ معناتها مسلم. ولا مثلا نلقى عبد العزيز الحبابي، ولا مثلا امام عبد الفتاح. واش معناتها كي نلقاو عبد؟ يعني ما عبد وحمد. لقيت عبد الفتاح، عبد الستار، عبد الواحد، عبد الاله، نلقى هاد الاسماء مباشره مسلم ولا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا يعني هذه المعلومة الأولى، هذه المعلومة الثانية عليه. أول حاجة مفكر، ومن بعد المعلومة الثانية على صاحب النص، غربي أو عربي أو مسلم. ساتيكو من الأسماء نعرف، إذا كان جورج ميشيل دافيد نقول غربي، إذا كان مثلا توفيق طويل ولا مثلا أحمد أمين ولا نقول عربي، إذا لقيت عبد الله عبد الصامد عبد الإله محمد مباشرة مسلم. صح. تما هنايا راني درت عليه المعلومة الأولى ودرت عليه المعلومة الثانية. نزيد المعلومة الثالثة. المعلومة الثالثة نديرها بذكاء. واش معناتها نديرها بذكاء؟ نديرها منا. شوفوا واش نقول، نقول لديه العديد من المؤلفات من بينها النص الذي بين أيدينا. واش معناتها؟ قول أمي هذه المعلومة الثالثة على صاحب النص. شوفوا واش قلت المعلومة الأولى، قلت هو مفكر ما قلتش فيلسوف باش نضمن بلي نكون صحيح، قلت غربي ولا عربي ولا مسلم. حاجة ثالثة قلت هذا صاحب النص، هذا إيه نعم عنده عدة مؤلفات أهمها النص الذي بين أيدينا. تلقايني راني درت عليه ثلاث معلومات على صاحب النص بهذه الطريقة. ومن بعد كي نكمل نعرف صاحب النص، راني درت تمهيد عرفت صاحب النص. واش نروح ندير؟ نروح ندير السياق الفلسفي. واش معناتها السياق الفلسفي؟ كي شغل في العربيه نمط النص، هذا واش معناتها؟ معناتها النص هذا لمن ينتمي، واش من نمط؟ عندكم ثلاثه، شوفوا واش عندكم ودوك نحدد كل شعبه واش عندها. عندكم نظريه، يعني واش بالمجال نظريه المعرفه، عندكم القيم، وعندكم الوجود. ثلاثه يعني النص تاعك يقدر ينتمي لنظريه المعرفه، يقدر ينتمي يعني النمط تاعو بالعربيه باش تفهموا، يقدر ينتمي للقيم يهضر على الاخلاق، يقدر ينتمي للوجود يهضر على الوجود، وجود الانسان، وجود الاشياء، وجود المعارف، يعني ماشي معارف عفوا، وجود الاشياء، وجود الله، وجود الانسان، وجود الاله. صح. هنايا حنا واش نحو نديرو؟ كيما لي جاستيون ولي ماتيكنيك، عندكم نظريه المعرفه وعندكم الوجود، هادو تقراوهم نظريه المعرفه والوجود. كي يكون يهضر على المعارف بصفة عامة قل ينتمي النص إلى نظرية المعرفة. إذا كان يهضر على الوجود مذهب الوجودي مثلا وجود الأشياء وجود الإنسان قل ينتمي النص إلى مبحث الوجود. إذا كان النص تاعك مثلا لي سيونتيفيك، لي سيونتيفيك
عندنا مثلا نظريه المعرفه والقيم. القيم كيكون يهضر على العداله مثلا، انت ما تقراوش العداله، يكون يحكي مثلا على الحريه، يكون يحكي مثلا لي لونغ على العنف والتسامح، معناتها هذو القيم، قيم الانسانيه. ما المسؤوليه، المسؤوليه هي قيمه من القيم الانسانيه. صح، هنايا كيكون يحكي على هذا الدروس هذوما، نروح نقول ينتمي النص الى مبحث القيم. ابار دروس الاخرين كامل يحكي على كما لي فيلو شعبة الادب والفلسفه، الفصل الاول نظريه المعرفه، الفصل الثاني القيم. صح، انا واش ندير كي نكمل ندير لديه العديد من المؤلفات، واش نقول من بينها النص الذي بين ايدينا والذي ينتمي الى، ونذكر ذكر السياق. وش معنى ذكر السياق؟ نذكر السياق، يا المعرفة يا الوجود يا القيم. إذا لقيته يهضر على الوجود قل الوجود، إذا لقيته يهضر على المعارف قل المعرفة، إذا لقيته يهضر على الخير والشر والأخلاق والنميمة والرشوة قل القيم. صح، من بعد ندير فاصلة، يعني قلت هذا النص ينتمي وذكرت المبحث تاعو. من بعد نجول للسياق التاريخي. وش معناتها السياق التاريخي؟ معناتها صاحب النص وعلاش كتب النص. نعطيكم حاجة ثانية تنفعكم اسمها أستوس، دافع وعلاش كتب النص. دايما واش تقولوا لنا؟ كتب صاحب النص هذا النص لتوضيح المعنى، لتقريبه، للرد على بسبب التناقض والصراع والجدال الذي وقع بين الفلاسفة. كتب النص باش يمد وجهة النظر تاعو بهذه الطريقة. معناتها شوفوا فاصلة، والدافع الذي أدى به يعني صاحب النص إلى كتابة النص هو الجدال والصراع الموجود بين الفلاسفة. ما دام الفلاسفة راهم يتجادلوا، صاحب النص واش دار؟ حب يمد رأيه هو ثاني. معناتها شوفوا، والدافع الذي أدى به إلى كتابة النص هو الجدال والصراع القائم بين الفلاسفة، كتب النص هو كذلك ليعطي وجهة نظره. صح، كي نكمل هذا السياق التاريخي نروح لطرح الإشكال. طرح الإشكال مباشرة، نعطيكم أستيوس كيف كيف. روح أنت مباشرة دير هكذا، وعليه نطرح الإشكال التالي. شوفوا نعطيكم أستيوس، واكتب الإشكال تاعك ودير علامة استفهام، اقرأ السطر الأول والثاني من النص، اعتبرهم جواب، دير لهم سؤال. هذا ما كان، وش معناتها؟ اقرأ السطر الأول والثاني من النص، اعتبرهم جواب، روح ديرهم سؤال. مثلا عندك نص يبدأ إن الأصل الأول للمفاهيم الرياضية يعود إلى العقل، هكا النص تاعك يبدأ. أنت واش تقول لي؟ إلى ماذا يعود النص الأول ولا المبدأ الأول لبداية الرياضيات؟ مثلا النص تاعك يقول لك إن الأخلاق ثابتة في تطبيقها، وش معناتها؟ أنا درست مباشرة نطرح سؤال، هل الأخلاق ثابتة في تطبيقها؟ يعطيك سؤال يقول لك مثلا إن نتائج، ماشي سؤال، يعطيك النص تاعك يبدأ هكذا، إن نتائج المفاهيم الرياضية هي نتائج يقينية مطلقة. أنت واش دير؟ هل نتائج المفاهيم الرياضية هي نتائج يقينية مطلقة؟ معناتها اعتبر النص تاعك السطر الأول والثاني من النص جواب، روح دير لهم سؤال. هذه أستيوس تديها تخدم بها تاعنا ما شاء الله كاملة. نعاود لكم خفيف باش تفهموا. عندنا أول حاجة تمهيد، قلت لكم تمهيد نديرو ستوندار. تعريف ما تعريف صاحب النص، صاحب النص ندى عليه ثلاث معلومات. أول حاجة نقول عليه مفكر، ما نقولش فيلسوف. نروح نذكر الجنسية تاعو، إذا غربي ولا عربي ولا مسلم من الاسم. من بعد نروح نمد مؤلفاته، نقول عنده عدة مؤلفات أهمها هذا النص. من بعد السياق الفلسفي، عندها نذكر هذا النص وش المجال ينتمي له. يقدر يكون نظرية المعرفة يحكي عن المعارف، يقدر يحكي على القيم، يقدر يحكي على الوجود. انت اللي لقيتو يهضر على المعارف قل المعرفه، اذا لقيتو يحكي على الوجود قل الوجود، اذا لقيتو يحكي على القيم قل القيم. ما السياق التاريخي معناتها الدافع وعلاش كتب النص؟ دائما قول لي كتب النص بسبب الصراع والتناقض والجدال الواقع بين الفلاسفه، كتب النص لكي يعطي وجهه نظره ايضا. من بعد عندك طرح الاشكال، قلت لك اعتبر السطر الاول والثاني من النص جواب، دير لهم سؤال. يلا نديروا مقالة تطبيقية، مثال. عندنا النص تاعي راهو يحكي على أصل الرياضيات، النص راهو لديكارت. ديكارت راهو يقول لنا أصل الرياضيات عقلي. شوفوا، تعتبر إشكالية، نذكر عنوان الدرس، علينا رانا، أصل الرياضيات، تعتبر إشكالية أصل الرياضيات، من أهم الإشكاليات التي اهتم بها العديد من الفلاسفة والعلماء.
من بينهم شكون؟ ديكارت، وهو مفكر. ديكارت غربي، صح، وهو مفكر غربي، لديه العديد من المؤلفات من بينها النص الذي بين أيدينا. فاصلة، أنا قلت النص الذي بين أيدينا، أنا كملت التعريف. ومن بعد واش راح ندير؟ والذي ينتمي إلى، نروح نذكر المبحث، والذي ينتمي إلى، نروح نذكر المبحث تاعي، مثلا الرياضيات راهو يحكي عن المعارف، والذي ينتمي إلى مبحث النظرية المعرفة. فاصلة، والدافع، أنا راح السياق التاريخي، علاش كتب النص؟ والدافع الذي أدى به إلى كتابة النص هو الجدال والصراع الموجود بين الفلاسفة. فاصلة، وعليه نطرح الإشكال التالي. نروح نقرا السطر الأول والثاني من النص، نعتبرهم جواب، ندير لهم سؤال. يعني بهذه الطريقة نكونوا كملنا المقدمة تاعنا. الآن مباشرة نروحوا للعرض تاعنا. العرض تاعنا فيه ثلاث خطوات، يعني ثلاث خطوات بسيطة. أول خطوة هي موقف صاحب النص. ثاني خطوة هي الحجج والبراهين التي اعتمد عليها شكون؟ صاحب النص. ثالث خطوة هي التقييم والنقد، بالإضافة إلى الرأي الشخصي. نبدأ بسم الله، نبدأ هكذا، ركزوا معايا. حنا مثلا النص اللي رانا نطبقوا فيه، قلنا النص تاع ديكارت، باش تفهموا. حنا مثلا هذا هو النص تاعنا، نص قلنا راهو يحكي على أصل الرياضيات، باللي أصل الرياضيات عقلي، والنص راهو ديكارت، هكذا. أول حاجة نبدأ موقف صاحب النص. كيفاش نكتب موقف صاحب النص؟ أول حاجة موقف صاحب النص معناتها صاحب النص مع من راح، يقدر يكون مع أم ضد. وش معناتها؟ لو كان النص، أنت أول حاجة لازم تعرف موقف صاحب النص مع من راح. في النص تاعك راح يكون رأي واحد، مش حيكون عندك زوج آراء كما في الجدل، راح يكون عندك موقف واحد. وين تلقاه موقف صاحب النص؟ أنا أقول لكم موقف صاحب النص، قلب عليه السطر الاول، السطر الثاني، السطر الثالث، ماكسيموم السطر الرابع من النص. قلب على موقف صاحب النص في السطور الاولى، يعني من السطر الاول للسطر الرابع. قلب على موقف صاحب النص، معناتها مد راي صاحب النص، رايو خوين تخرجوا، نخرجوا من السطور الاولانيين. صح، مثلا 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 صاحب النص هو يقول لك ان اصل الرياضيات عقلي، هذا هو الموقف تاعه. انتم ما تروحوش تكتبوها ديريكت، لا لا، لازم نتايا تروح تشرح الموقف تاعو بطريقتك الخاصة باش تروح تكتب. معناتها في موقف صاحب النص عندك زوج حاجات، عندك أول حاجة تشرح واش راهو يقول، ومن بعد تروح تكتب العبارة اللي راهو يبين فيها رأيه. كيفاش؟ هكذا، يا صاحب النص أن، هو راهو يقولك أصل الرياضيات عقلي، أنت ما تروحش تقوله أصل الرياضيات عقلي كيما قال، لا لا، يا صاحب النص وش نروح ندير؟ شرح موقفه بصياغة التلميذ. نروح نشرح الهضرة تاعو، نشرح الموقف تاعو. مثلا نقول يا صاحب النص أن بداية المفاهيم الرياضية هي بداية تعود إلى التفكير، بالتالي فإن الرياضيات هي علم مجرد ولا دخل للتجربة في ذلك. هذا وشنو؟ هذا شرحت الموقف تاعو. كي تكمل تشرح الموقف تاعو اللي كنت جبدتو من ربع سطور الأولانية، دير فاصلة. واش تروح تقول؟ فاصلة، قول والعبارة التي تدل على موقفه من النص هي، ودير نقطتين وافتح مزدوجتين واكتب العبارة اللي طاها لك صاحب النص من النص سوا سوا، يعني كيف كيف. وين تلقاها العبارة هذه؟ قلت لكم تلقاها ماكسيموم في السطر الرابع، يعني موقف صاحب النص جينيرال في السطور الاولى يبان لك موقف صاحب النص. انت ما تروحش تكتبو كيما قالوا، انت مع الاول شرحوا بصياغتك. كي تكمل تشرحوا قل والعباره الداله التي تدل على موقفه من النص هي، واكتبها سوا سوا كيما طاها لك. نبهك الحاجه، شكون اللي لازم يكون كبير؟ امسك الشرح تاعك للعباره وللعباره تاعو، تقولي استاذه بطبيعه الحال الشرح تاعي، يعني انت يا كي تشرح بطريقتك الخاصه بصياغه التلميذ، لازم الشرح تاعك يكون كبير على وش قال صاحب النص. يعني بهذه الطريقه وش معناتها؟ اذا كانت العباره تاع صاحب النص قالها في سطر، انت الشرح تاعك لازم يكون في زوج سطور بهذه الطريقه. يعني مع الاول تقول يا صاحب النص ان، اشرح العباره تاعو، انت قبل جبدها، جبدوها عباره حطها في مسوده وبدا تشرح فيها بالمرادفات. كي تكمل تشرحها كامل تكتبها،
اروح اكتبها من تحت، والقول والعبارة التي تدل على موقفه من النص هي، وروح اكتب العبارة التام بهذه الطريقة. وشكون لازم يكون كبير؟ لازم الشرح تاعك يكون كبير على العبارة اللي جبتها نتايا. بهذه الطريقة نكونوا كملنا موقف صاحب النص. الآن مباشرة نروحوا للحجج والبراهين. هنا راح ننبهكم حاجة في الحجج والبراهين، حذاري 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 تروحوا ديروا لنا حجج من عندكم. لا لا، الحجج والبراهين التي اعتمد عليها صاحب النص فقط. صاحب النص في النص تاعو راهو يمدلك رايو، اوتوماتيك مو كي يمدلك رايو لازم يبرر، لازم يقنعك، لازم يعطيك حجج. نتايا ما تروحش تخرج لي الحجج اللي عندك نتايا، زعما تعطيني حجج زياده. لا لا، لازم الحجج اللي تمدوهم غير الحجج اللي عطاهم لنا صاحب النص. معناتها شوفوا، الحجج والبراهين التي اعتمد عليها صاحب النص فقط، ما تمدلي حتى حجه من عندك. عطالك زوج دير زوج، طالك ثلاثه ثلاثه، طالك اربعه اربعه، ما دير حتى حاجه من عندك. وكيفاش نبداو نكتبوا الحجج والبراهين؟ ديركت يعني مباشره. برر صاحب النص موقفه بمجموعه من الحجج اهمها مباشره. نبدا نذكر الحجج ديالي. وين نلقى الحجج تاعي؟ انا قلت لكم موقف صاحب النص تلقاه السطر الاول الثاني الثالث الرابع. اوتوماتيكمون موقف صاحب النص وين نلقاوه؟ نلقاوه هنا. يعني كما سبق وقلت لكم، موقف صاحب النص نلقاوه في ربع السطور الاولانيين. يعني الحجج والبراهين وين نلقاوهم؟ نلقاوهم تحت ربع السطور. وش معناتها؟ معناتها واش قعد لي لهنا هي الحجج والبراهين اللي اعتمد عليها صاحب النص. كيفاش نجي نكتبها في الفقره ديالي؟ قلت لكم نقول برر صاحب النص موقفه بمجموعه من الحجج والبراهين اهمها، ونجي نكتب الحجه رقم واحد. نكتب الحجة الأولى، بون ما نكتبش هكذا حجة واحد، تسمى نكتبها كيما عطاني صاحب النص في النص تاعو. تقولي أستاذة كيفاش نعرفها باللي حجة؟ سهلة، كيفاش تعرفها باللي حجة؟ تلقاه يبرر، يقول لك مثلا أصل رياضيات عقلي لأن، ولا مثلا يقول لك أصل رياضيات عقلي مثال ذلك، ولا مثلا يقول لك أصل رياضيات عقلي ويقعد يشرح، بالتالي حجة. أنت تجي تكتبها كيما عطاها لك هو سوا سوا، يعني كلمة بكلمة. ومن بعد واش تروح دير لها؟ تروح تشرحها، يعني تمد الحجه اللي طاها لك صاحب النص الاولى وتشرحها. والترتيب ضروري، بداو ترتبوا الحجج من الاولى حتى الاخرانيه. من بعد فاصله، كذلك روحي للحجه رقم 2 تجبدها كيف كيف من النص، واش تروح دير لها؟ تروح تشرحها. كملت الحجه رقم 2 واش تروح دير؟ ايضا الحجه رقم 3 واش تروح دير لها؟ كيف كيف تروح تشرحها. معناتها تروح تكمل الحجج تاعك كامل اللي طاهم لك صاحب النص وتشرحهم. شكي نعلمك كيفاش تشرح؟ كيفاش نشرحه؟ هو صاحب النص كي يعطيك الحجه يزيد يدعمها لك بالشرح، يعني هو يزيد يشرحها. انت ساهله، احكم واش عطى لك صاحب النص، واش تروح دير له؟ روح دير له مرادفات. يعني هو قال لك ان اصل رياضيات عقلي، انت واش تقول له؟ ان بدايه ونشاه المفاهيم الرياضيه يعود الى استخدام الذهن، معناتها التجريد. معناتها وشنو؟ واش قال صاحب النص؟ انت قول بفاس واحد اخرى، يعني بالمرادفات. ونزيد نوصيكم تاني، شكون اللي لازم يكون كبير؟ الشرح ولا الحجه؟ بطبيعه الحال لازم الشرح تاعكم للحجه يكون اكبر من الحجه. واش معناتها؟ يعني اذا كانت الحجه تاعك فيها سطر، اوتوماتيك الشرح تاعك يكون فيها زوج سطور. يعني بهذه الطريقه الشرح تاعك هو اللي يكون طويل على الحجه. ومن بعدها عطي خلصوا لك كامل الحجج ديالك. قلنا نعاود وين نلقاهم؟ نلقاهم في مور ربع السطور، هنا نلقاو الموقف تاعو، ومن بعد من تحت وهبط نلقاو الحجج والبراهين التي اعتمد عليها صاحب النص. بعد ذلك الخطوه اللي بعدها وين نروحوا؟ نروحوا للتقييم والنقد. التقييم معناتها نوقف مع صاحب النص، النقد واش معناتها؟ معناتها ندور عليه، يعني معناه نقولوا صح واش راك تقول، صح عندك بعض الحجج المقنعه، عندك بعض الحجج، باسكو علاش في النص صاحب النص حيعطيك رايو، اوتوماتيكمون راح يعطيك الحجج الادله البراهين اللي تثبت رايو. انا مع الاول نوقف معاه نقول صح واش راك تقول، صح عندك الحق، صح اصبت في بعض الحجج، هناك بعض الحجج المنطقيه الواقعيه اللي اعتمدت عليها، ولكن هنا راح ندور عليه. نقول انه موقف صاحب النص هذا لا يخلو من النقائص، لا يخلو من السلبيات، اذ ان صاحب النص لديه بعض العيوب، لديه صاحب النص بعض النقائص. شوفوا كيفاش نكتبوها، يعني التقييم والنقد بهذه الطريقه، بهذه الطريقه التقييم والنقد، مع
الاول قلت لكم نوقف معاه نقولوا الصح واش راك تقول، يعني هذا صحيح ما ذهب اليه صاحب النص. هنايا كي قلت صحيح معناتها وقفت معاه في بعض الحجج، اذ اصاب نوعا ما، معناتها صاحب النص قلت له لقد اصبت نوعا ما في الحجج التي اعتمدت عليها. ومن بعد مباشره واش راح ندير له؟ ولكن هنا راح ندور عليه واش قلت، ولكن لديه بعض النقائص، معناتها شوفوا هذه منهجيه ضروريه. مع الاول توقفوا مع صاحب النص، ومن بعد واش نروحوا نديروا له؟ من بعد نروحوا نعيبوه، يعني نقدوه، نقولوا له مع الاول صح واش راك تقول، صح عندك بعض الحجج المقنعه، عندك بعض الحجج المنطقيه، ولكن لقد بالغت في تقديس موقفك، معناتها كما يقولوا احنا بالدرجه تاعنا زدت عليها بزاف في رايك، ولكن لديه بعض النقائص. بهذه الطريقه كي نكمل نقيمه وننقده نروح ندير الرأي الشخصي. وش معناتها الرأي الشخصي؟ نمد رأيي، معناتها رأيي هو راه يقول أصل رياضية حقلي، أنا نمد رأيي، أنا ننصحكم حاجة ما تمدوش رأيكم، ننصحكم مدوا رأيكم على حساب الجدل، معناتها كيما درت الجدل تاعك مد رأيك. كيما في مثلا في الجدلية في أصل الرياضيات، أصل الرياضيات ليس عقلي محض، علاش؟ لأن التجربة كذلك لها دور في بناء الرياضيات. إذا أنا نسيي ما نكونش مع موقف صاحب النص دايما، نشوف الموقف الرابح في الدرس تاعي. حنا ياخذ في الدروس تاعنا من داك نقولوا العقل هو مثلا في درس الرياضيات كاين اللي قال لك عقلي، كاين اصل الرياضيات عقلي، كاين اللي قال لك اصل الرياضيات تجريبي. انا واش راح ندير؟ انا نقول حسب الراي الشخصي انا ارى ان اصل الرياضيات فعلا العقل له دور في بناء الرياضيات، ولكن هذا لا يعني ان التجربه ليس لها دور في بناء الرياضيات. سما كنت محايده ما وقفت معاه، ما كنت ضده. بهذه الطريقه شوفوا نعاود نولي السطر، وحسب الرأي الشخصي أرى أن، ونروح نمد رأيي. تقدروا تمدوا رأيكم الشخصي، بصح أنا ننصحكم، ننصحكم ما تمدوش رأيكم، ننصحكم كيما كان الدرس تاعكم في الطريقة الجدلية ديروه، معناتها إذا كان ربح العقل، قول أنا حسب رأيي الشخصي أرى أن العقل فعلا هو أصل الرياضيات. إذا كان في الدرس تاعكم الجدلي ربح أصل الرياضيات التجربة، قل أنا حسب رأيي الشخصي أرى أن أصل الرياضيات التجربة. إذا كان ربحوا في زوج، قل أنا أرى أن أصل الرياضيات تكامل بين العقل والتجربة. ما تكون مع صاحب النص، ما تكون ضده. بهذه الطريقة. ومن بعد آخر حاجة في التحليل تاعنا، عندنا الخاتمة. الخاتمة أنا نحب ندير فيها زوج حاجات باش تفهم. عندنا فيها زوج حاجات، أول حاجة هي الإجابة على السؤال. ثاني حاجة دوك نقولها لكم وش معناتها الخاتمة تاعنا، نروحو نهضرو على الإجابة على السؤال. شوف الخاتمة كيفاش نبدأ الخاتمة تاعي؟ أول حاجة نقول نستنتج في الأخير ومن خلال كل ما سبق تحليله لهذا النص، ونروح نجاوب على السؤال. احنا كنا طرحنا سؤال مثلا، وقتكم اعتبروا النص السطر الاول والثاني من النص جواب في المقدمه. مثلا احنا كنا طرحنا سؤال قلنا هل اصل الرياضيات عقلي، وصاحب النص راح يجاوبنا قال لنا نعم ان اصل الرياضيات عقلي. انت كي تجاوب ما تكونش مع صاحب النص كما سبق وقلت لك. احنا في المقاله تاعنا ربح عقلي وحسي، انا نقول نجاوب كيما النص، معناتها راح نجاوب على الاشكال تاعي اللي طرحته في المقدمه، ولكن حسب الدرس الجدلي. وش معناتها؟ انت قلت هل اصل الرياضيات عقلي، وصاحب النص يقول اصل الرياضيات عقلي، انت ما تقولوش نعم ان اصل الرياضيات عقلي، لا لا، انت لازم تقول الاجابه تاعك على حسب الدرس الجدلي. وش تقول له؟ نستنتج في الاخير من خلال كل ما سبق تحليله لهذا النص ان اصل الرياضيات لا يعود الى العقل فقط كما قال صاحب النص. لماذا؟ لان التجربه كذلك لها دور في بناء الرياضيات. مثلا جولي فيلو ادب وفلسفه ولي لونغ، مثلا موقف صاحب النص يقول لك في اللغه والفكر، يعطي لك نص ويكون يقول لك ان العلاقه بين اللغه والفكر علاقه انفصال. هكذا انت يا ما تروحش تقول له، وتطرح سؤال قلت هل العلاقه بين اللغه والفكر علاقه انفصال، انت ما تروحش تقول نعم العلاقه بين اللغه والفكر علاقه انفصال، ما تروحش توقف مع صاحب النص، لازم توقف مع الدرس الجدلي. في الجدل احنا شكون ربح، اتصال ولا انفصال؟ طبيعه الحال ربحت انفصال. معناتها واش نقول؟ نستنتج في الاخير ومن خلال كل ما سبق تحليله لهذا النص ان العلاقه بين اللغه والفكر هي علاقه
اتصال يعني ما ربحتش انفصال عفوا، معناتها واش راني نلاحظ؟ ما نوقفش مع صاحب النص، نجاوب كيما الجدل، احكم الخاتمه تاع الجدل وحطها. هذه حاجه. حاجه واحده اخرى، نروح نشوف صاحب النص وفق او لم يوفق. واش معناتها وفق او لم يوفق؟ اذا كان صاحب النص قال لنا باللي اصل الرياضيات عقلي، انا نقول وحنايا في الجدل ربح عقلي وحسي، انا نقول اذا صاحب النص لم يوفق في هذا النص. علاش؟ لانه درس جانب واحد فقط، يعني صاحب النص كان درس جانب واحد اللي هو العقل وتغافل عن ذكر التجربه. اذا كان صاحب النص قال لنا باللي اصل الرياضيات التجربه فقط، انا نقول له لم يوفق صاحب النص لانه كذلك درس جانب واحد فقط. اذا كان مثلا في العلاقه بين اللغه والفكر علاقه انفصال اتصال، صاحب النص او يقول لنا العلاقه علاقه اتصال، وفق ولا لم يوفق؟ وفق، باسكو هنا ربح اتفاق. مثلا في البيولوجيا لي سيونتيفيك، صاحب النص يقول لك يمكن تطبيق المنهج التجريبي، وفق ولا لم يوفق؟ وفق صاحب النص، باسكو هذا واش ربح في الجدل. كي تكمل تجاوب واش تقول؟ وعليه لقد وفق صاحب النص في هذا النص، معناتها هنا يا راني وقفت معاه. اذا كان الراي تاعو كان مخالف كان ناقص، تقول وعليه لم يوفق صاحب النص في هذا النص. نتمنى تكونوا فهمتوا، اي حاجه ما فهمتوهاش اتواصلوا معايا في التعليقات، ماذا بيا نلقى التفاعل تاعكم. هكذا ان شاء الله اذا لقيت التفاعل تاعكم راح نزيد ندير لكم دي فيديو واحد اخرين، هكذا باش تحفزوني، باش راح نزيد نتشجع وندير لكم دروس اخرى، خاصه المقترحات على بالي اللي مقاش بزاف للباك. اتفاعلوا معايا في التعليقات ولا بالاسئله تاعكم كذلك، تقدروا تبعثوا لي الاسئله في التعليقات ولا تبعثوهم في الصفحه الشخصيه عن فيسبوك الاستاذه ديف في ماده الفلسفه، ولا تخلوها لي في حسابي الخاص على الانستغرام، راح يجوز هنا من تحت ديف.فيلو. نتمنى ان شاء الله تستوعبوا جميع الدروس اللي راني نديرها لكم. الشعار تاعنا مع الاستاذه ديف نفهموا الفلسفه ما نحفظوهاش، حذاري 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 حفظ الفلسفه. واش تحفظوا لنا تلاميذنا الاعزاء؟ احفظوا لنا المنهجيات، وتكل على ربي سبحانه، وربي يوفقكم كاملين ان شاء الله بالتوفيق.